الجنسيه مزوره ولا اصليه الموحده؟ فنان ما يزور، فنان نظيف يخدم الناس. شو اكم ايش دنا بيدك؟ اكم شن؟ هذا الشيء تعرف؟ شنو؟ ها؟ ما له علاقه. هذا اللي سمناها بجيبك ممنوعات؟ ما له علاقه، والله ما له علاقه. حكم هاي الممنوعات يشيلهن ويتاجر بهن من 15 سنه ل 20 سنه وحتى مؤبد او حتى توصل اعدام. والله لازم اشتغل بهاي الشغله، اتمعاري يعني ما اتبرى من نفسي، خلاص انت عارف. سمنا هاي الممنوعات بجيبك. ابدا انا اعلم الناس الاخلاق. شو سوى هاي الممنوعات بجيبك؟ شو سوى الممنوعات؟ ما لي علاقه هاي. شو سوى بهاي المدرسه انت؟ ما اعرف، ارتكاب هذا ارتكاب علي، ما اعرف. جابك بهاي المدرسه؟ اجيت جانب انسان حتى ساعد الناس الفقراء اللي ما عندها، مظلومه مهمومه. من جابك؟ هاي البنيه الاعلاميه. ايه؟ شنو انتم بس ابدا اعرف، انتم انا سمعت انتم منظمه، انت بالمنظمه؟ أنا لا فنان. فنان شو اشتغل؟ واجب الإنسان سينما المسرح. ممثل؟ ممثل. صار لك ايش قبل التمثيل؟ قديم يعني من 98. من 98، شنو شغلك غير الفن؟ ما اشتغل، بس اشتغل الأطفال، عندي مكتب الأطفال. اي، وين مكتبك؟ بالمنصور. بالمنصور، زين احكي لي، وين بيتك؟ بالكرخ. بالكرخ وين؟ قرب التقاعد العامة. اه، زين هاي الممنوعات شو تسوي بجيبك؟ ما والله ما لي علاقة بهالموضوع، لا أستاذ أنا تعبت يعني حتى جاهل. ايش راح اوقع يعني متين؟ ايه يعني تعبت، ما مر هيك ازمه بحياتي. ايه زين؟ زين اسال عن منطقتي وناسي وكل الشعب العراقي. كامل؟ تعال استاذ، اعيدك من جيبك. العفو استاذ. ايش مر؟ العفو استاذ. شنو خليتك من جيبك؟ استاذ مو بالي يم هذا. بالك يمه؟ اي هذا يخوف. ايه هسه خابرتك هاي البنيه؟ تعرف اسم البنيه؟ نور. اسمها نور. ايش قالت لك هاي نور؟ قالت تعال استاذ نطلع للزعفرانية، اكو بيت فقراء متعففين، ساعدهم. ساعدهم. استاذ انت بس اسالك سؤال واحد، ايش قد لقيت بجيبي فلوس؟ هاي 15000. يعني التاجر يشيل 15، يشتغل ممنوعات؟ يجوز. يشيل دفاتر ويفتبين ويتونس، فنان رسالته انسانيه للناس رحمه. هذا ما لي علاقه بهالموضوع، والله ما لي علاقه. الان هسه دورك كمحقق، شو اسوي وياك؟ لزمت بجيبك ممنوعات ولزموك القوه نفذت الواجب متلبس او شايل الممنوعات، انا لاول مره هيك ادوخ ما اعرف شو احكي ويا المتهم، وانت تقول لي انا بريء. زين طلعت